السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور وفرح، حياكم الله وبياكم. اليوم نتحدث إليكم بعلاج فريد من نوعه ونافع بإذن الله تبارك وتعالى، ولقد جرب هذا العلاج من فترة طويلة على الناس وانتفعت ناس كثر بإذن الله عز وجل. نود من الجميع مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة للناس وتكون أنت السبب لإيصال هذا العلاج للناس، علاج آلام المعدة ووجع المعدة بشكل عام عند الناس، وكثير من الناس يشتكون من آلام المعدة. نبين اليوم لكم ما هو العلاج وأوزان هذا العلاج وكيف طريقة الاستعمال بالوقت والكمية أيضا، وهو علاجين بإذن الله تبارك وتعالى. نبين لكم ولحضراتكم ونكشف لكم العلاج بإذن الله عز وجل. نأخذ من الهليلج الأصفر 25 غرام ناعم، ومن الهليلج الأسود أيضا 25 غرام ناعم، ومن البليلج 25 غرام ناعم، ومن كليل الجبل أيضا 25 غرام ناعم، بعد طحن وخلط مع بعض. نضيف على كيلو عسل تماما، يخلط مع العسل هذه المواد الأربعة المذكورة. طريقة الاستعمال: يؤخذ من العسل مقدار ملعقة وسط قبل الفطور بساعة، وقبل النوم أيضا بساعة، ويخلط العسل قبل كل استعمال. يبتعد المريض يا أحبابنا عن الدسومة الزائدة وعن الفلفل الحار والبهارات الحارة. أيضا هناك علاج آخر يا أحبابنا كما ترون على الشاشة. نأخذ من بذر الرجلة 150 غرام، ونأخذ من زهرة البابنج أيضا 100 غرام، ومن إكليل الجبل أيضا 100 غرام. تخلط هذه المواد الثلاثة مع بعض. طريقة الاستعمال: يؤخذ من الأعشاب مقدار ملعقة وسط، توضع على نصف كوب ماء، ثم يوضع على نار حتى يغلي، ثم يصفى ويشرب قبل الغداء بساعتين، يحلى بالسكر حسب الطلب. نتمنى لكم الشفاء العاجل، ونتمنى لمتابعينا الكرام والمحترمين السعادة الأبدية والنجاح والفلاح بالدنيا والآخرة. حياكم الله وبياكم، وأسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.